ورجعنا مرة تانية بعد الاستراحة. هنعمل دلوقتي لانشون الدجاج. شوفوا بقى كده، انا هوري حضراتكم، انا عندي بواقي فراخ مسلوقة ايا كان، فرخة كاملة فصصتوها، عندكم صدور، اللي موجود زي ما بيقولوا الجودة بالموجودة. طيب هنقول المقادير الاول وبعدين نبدأ نشتغل فيه مع بعض. عندي صدور دجاج مسلوقة، عندي 50 جرام من سميد البسبوسة، ومعلقتين القطر حضراتكم هي بديل للدقيق عشان تدي قوام مرمل كده وتخلي اللانشون واخد الشكل او الحقيقي بتاع المصانع ده. طيب عندي 4 بيضات، عندي كوباية من الزيت النباتي، عندي 4 قطع من الجبن الكريمي او الجبن المثلثات بتاع الاطفال، عندي نص كوباية من الزيتون المخلي، انا هستخدم النهارده الزيتون الاخضر المخلي اللي محشي جزر عشان يدي كده شكل جميل، عندي فلفل حار وده اختياري، ممكن يبقى فلفل حار او نحط مكانه بابريكا او نستخدم فلفل بارد رومي اللي يريح حضراتكم. طيب عندنا معلقه صغيره من الكمون، توم مفروم او توم باودر اللي يريحكم، انا بفضل الباودر في اللانشون عشان التوم بيبقى دايما نكهته قويه وبيبقى ايه مع الوقت لو حاطينه في الثلاجه ما يبقاش طاغي قوي على اللانشون، فاستخدموا الباودر. كزبره جافه ومعلقه صغيره من الملح. طيب هنبدا كده بنفس الطريقه، اولا هفصص هنا الايه اجهز الاول الجبنه المثلثات هنا كده، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، 4 مثلثات، واتفقنا هنعمل مع بعض حلقه اجبان. حضراتكم لو ليكم اي طلب ابعتوا لي على الصفحه الشخصيه اللي انتوا عايزينه وانا اعمله من خلال البرنامج ان شاء الله من عناية الاثنين. كل ده طلب مننا من اصدقاء لينا، طلبوا مننا اللانشون حوالي اسبوعين كده واحنا حبينا ان احنا نعمله مع حضراتكم، طلب الاسبوع اللي قبل اللي فات مظبوط. طيب هناخد كمان كده البيض، هبدا مجهزاه برده، معلش هستخدم كده اوكي بسم الله، عشان لو في لا قدر الله بيضه واحده بس فاسده هتبوظ الخليط كله، ابقى انا حطيت البيض كله فوق بعضه، فببقى حريصه قوي في الصيف اكتر من الشتاء. الشتاء الدنيا بتبقى ساقعه حتى لو التخزين سيء، الا ان في السوبر ماركتس او في الاماكن، الا ان البروده بتبقى ماده حافظه يعني ما بتساعدش قوي في قصه تلف الايه البيض قوي. والبيض خلوا بال حضراتكم لا قدر الله لا قدر الله تعبه وحش فساد البيض ده، او لو في بيضه لا قدر الله فاسده او الله اكبر بيسبب يعني الله اكبر يعني بيبقى بشع كانه زي التسمم كده، فالواحد بس بيراعي الموضوع ده قوي، عشان كده انا دايما باكد على حضراتكم بسم الله. دايما لو حضراتكم بتشتروه جاهز او بتشتروه مثلا من عند بتاع البيض، فانتوا عارفين البيض الصبح تمسكوا البيضه تلاقوها تقيله، تعرفوا ان البيضه التقيله دي هي اللي ايه اللي لسه بخيرها، علشان يعني ايه فيها سوائلها لسه محتفظه بيها، ما عملتش حاجه ايه ما طلعتش بره، ما خفتش. البيضه الخفيفه دايما اعرفوا انها لسه كده يعني الماده السائله اللي فيها او اللي هو البياض بتاعها خلاص بدا ينشف تمام، فدي من ضمن الحاجات. وقلنا برضو طريقه تخزيننا احنا في البيت للبيض، هو ليه مكان طبعا، هو المفروض اصلا البيض ما يتحطش في باب الثلاجه، انا مش عارفه مين اصلا اقترح الموضوع ان نحط البيض الحراره في باب الثلاجه اهدى او اقل حراره، اقل حراره فعلا، هو محتاج حراره اكتر بكتير من في باب الثلاجه. لكن ممكن في ناس بتحطه في طبق وبتحطه على الرف في الرف الاول في الثلاجه، والبيضه لازم تبقى وشها لتحت، يعني البوز الرفيع ده يبقى لتحت عشان تحتفظ دايما بالسوائل بتاعتها. معلش انا هنا بقطع كده مع حضراتكم الفراخ عشان ايه؟ عشان اسهل على الخلط في الخلاط اذا احنا مش عندنا الكبه. ماشي الكلام؟ اهو. ممكن ما احنا عملنا اللحمه كده، هم بيسالوني بيقولوا لي طب ما ينفعش الفراخ تبقى نيه؟ تنفع طبعا، بس انا بقول افرضوا انتوا عندكم بواقي من الفراخ المسلوقه وعايزين تقدروا تستفيدوا منها في وصفه في البيت موفره، طب ما نعملش ليه بيها اللانشون؟ ما هي تنفع بالاثنين، ما انا عملت اللحمه نيه عشان اقصد منها اقول ان اللي عايز يختار الطريقه دي اهلا وسهلا، اللي عايز يختار الطريقه دي براحته خالص، كل ده اللي يناسب حضراتكم، الطريقه اللي حضراتكم تحبوها وتناسبكم. انا يعني مش هعمل كتير بقى، انا هاخد كده بصوا صدر واحد كفايه يعمل له بتاع حوالي ربع كيلو لوحده، يعني ما شاء الله الصدر قوي. هاخد زي ما عملت هناك، حطيت البيض، هاخد التوابل، التوم الباودر، البصل الباودر،
والبهارات بتاعه الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو المنكهات الجميله. بسم الله الرحمن الرحيم. ده البصل دايما يقفش كده غير الثوم، ليه؟ عشان الرطوبه. وبعدين لو حضراتكم لقيتوا الثوم ده في البيت عامل رطوبه كده، انخلوه، انخلوه من مصفى وخدوه وعيدوا تاني نخله وحطوه في برطمان كويس. لو انتم مجففينه في البيت دايما تتاكدوا ان الثوم يكون ما فيهوش، يعني ما تحطوش سخن في البرطمان وهو بيطلع بخار، لا تسيبوا البرطمان مفتوح لحد ما يجف تماما. تسلم ايدك يا محمد. هنحط الكزبره الجافه اهي، هنحط قطع المثلثات الجبن، وادي معلقتين سميد البسبوسه الناعم، وهناخد هنا كمان الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم كده كده. بسم الله. الفراخ دي طبعا خلوا بالكم طعمها لوحده جميل لانه هي كانت مسلوقه، فاكيد كانت واخده بوكي جارني واخده فيها الطعم الحلو، صح كده؟ هناخد بقى نحط هنا بسم الله الرحمن الرحيم، وهناخد كده الايه الزيت النباتي، ما تنسوش حضراتكم طبعا الملح والفلفل عشان ايه دي اخر حاجه. ادي كده الملح. انا مش ناسيه ان الفراخ متطعمه يعني فيها نسبه ملح، فمش عايزه اكتر، ما هياش نيه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط كده كوبايه الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقفل. هجيب بس سباتشولا كده ابدا انزل زي ما قلت لحضراتكم، وندي كده ضربات متقطعه عشان نريح الخلاط. هو اتضرب بالفعل بس باقي كام واحده اللي على الوش دول، نقلب كده كويس عشان يبقى الخليط كله تمام. بسم الله. شوفوا بقى الخليط ده قد ايه هو مفيد. طيب انا كده خلاص، شوفوا صدر فرخه هيعمل لنا رول حلو يعني. انا هخلي ده عشان هوري حضراتكم انا هعمل بيه ايه. هجيب بنفس الفكره اللي احنا عملناها قبل كده، نفس الورق الالومنيوم وجواه البلاستيك راب ده او الكلينفل الاسترتش ده، وهعمل كالاتي. بسم الله. هخلي الزيتون ده جنبي هوري حضراتكم انا هعمل بيه ايه. وهاخد كده بنفس الطريقة والاسترتش. بسم الله. هعمل كده وهقطع، وهنا كمان هعمل كده فوق بعض حته، وايه اعرض بس البلاستيك عشان اقدر الفه كويس ياخد معايا الايه الكميه كلها. حلو الكلام. طيب نسمي الله بقى. هاخد الخليط ده اللي من الخلاط وهروح عامله كده فيه، واخده كام، ممكن اقطع الزيتون ده نصين مثلا، يعني ايه بقى افضل، الزيتونه كامله، ممكن تحطوها كامله ممكن تقطعوها نصين مثلا، بس انا بصراحه بحطها كامله. بصوا بقى لما تيجوا تقطعوه بالزيتون مثلا خمس ست زيتونات كده، شكرا. وتعالوا ايه نقلب بقى تقليبه كده الزيتون جوه الايه جوه خليط اللانشون، وهنبدا ننزله هنا. اهو دي كده لانشون الفراخ ببواقي الفراخ المسلوقة. حلو الكلام. يبقى مش هنرمي حاجة عندنا ان شاء الله، نقدر نستفيد بيها. ودي الولاد كتير بيحبوا اللانشون، انا بشوف ناس كتير بجد وبقت اسعاره رهيبة، الانواع الجيدة منه في السوق وهي في الاخر مصنعة يعني، الا انها غالية. في ناس كتير بصراحة اولادها بيحبوه وبيبقى مضطر انه ينزل يشتريه. طيب
اولاد كبار وصغيرين، ماشي كبار زي ندى وصغيرين زي ولادنا، ماشي كده. بصوا حضراتكم اهو، هبدا هاخد من هنا بلف في نفس الاتجاهين بس بفرغ الهواء هنا كويس. دي اهو لازم افرغ الهواء من هنا اهو اهو، هلف في اتجاهي دي هنا كده عشان بس الجلافز كده، ودي العكس. بصوا اهي زي ما عملنا في اللي فات لحد ما ياخد الشكل الاسطواني ده. انا يعني بحبه الشكل ده قوي، بحبه يبقى كده. هما هنا الولاد عاملينه رفيع شويه، مفيش مشكله، كل واحد على حسب ذوقه. طيب هلف برضو اعمل عقده هنا عشان اقفل لما يستوي ما تفتحش، تفضل واخده محافظه على الشكل الاسطواني ده اهو هنا كده اهو زي ما حضراتكم شايفين كده اهي. واروح تانيه دي تحتها واخد الناحيه دي بعد ما تنيت كده اهو الشكل الاسطواني، هروح واخده دي وعاملاها عقده عشان الجلافز بس ايه مش مساعد معايا شويه عشان بيلزق في الاسترتش اهو. ماشي حبايبي هنعمل كده اهو كده. صدر فرخ عمل لي ده خلاص، وهاخد دي ممكن ما احطش يعني كل كميه السيلفر اهو اهو كده، دي الكميه فيها صغيره ممكن الف اهو زي البونبونايه اهو، وهقفل كده. شفتوا حضراتكم ازاي؟ بس لازم اتنين سلم، لازم واحده يتسرب له الميه لو واحده، فلازم الاتنين. وتعالوا نحط بقى الايه اللانشون بتاعنا، احنا حاطين الاولاني اهو اللي حطيناه في الاول باللحم، شغال قدام حضراتكم اهو في الحله، هوريه لكم دلوقتي. بسم الله شايفين ازاي؟ شوفوا بدا يتماسك ازاي، هياخد من 40 دقيقه ل 45 دقيقه. هنحط تاني جنبه اهو، يبقى حطينا اللحمه والفراخ، وهاجي كده ازود شويه ميه سخنه جنب في الجنب بس كده. حلو الكلام، وهنقفل نغطي، تاخد ال 40 ل 45 دقيقه لحد ما ينضج. بصوا انا هوريك واحد صغنن عاملينه كده نونو بالفراخ ماشي، هحتاج البلانشه بس يا محمد. بصوا واحد صغنون كده يعني بأي كمية انتوا تقدروا تعملوا اللي انتوا عايزينه. بصوا الحاجات الصغننة دي للولاد تعجبهم قوي، يتبسطوا بيه قوي اهو. بسم الله هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. وتروحوا تلاقوا في السوبر ماركت الأحجام الصغيرة دي، وتلاقوها لو نزلتوا في شارع معين كده في ناحية ال زي ما بيقولوا الايه العتبه صح، هتلاقوا الناس اللي بتبيع الحاجات دي. خد كده المقص، موجوده الاحجام الصغيره دي بس، فاعملوا اللي يريح حضراتكم. اللي موجود في البيت هيبقى احلى بكتير من اي حاجه موجوده بره فعلا يعني. هاخد كده بس، تسلم ايديك وعينيك يا محمد، شكرا ليك شكرا ليك. ده هفتح كده، شايفين ادي اللانشونيه القمر. لا ده دي بقى لا ده بقى انت تقصدي السجق. طبعا بيحطوه فيها. بصوا بقى عشان تبقى تاخد، ايوه بصوا بقى ناخد كده مثلا اهي، بسم الله حاجات صغننه بيتي. طبعا انتوا بقى اعملوا الاحجام اللي تريح حضراتكم، يعني ايه رقاقه زي ما انتوا عايزين، رققوا تتخنوا، الحاجات دي بتبقى جميله قوي لما كمان بيبقى فيه وقت امتحانات وسريعه وحاجات نظيفه واتعملت في 5 دقايق وحطيناها على النار ونسيناها، يا دوب هنسقعها بس.
حاجات بيتي. تعالوا كده ايه، ممكن نقفل ساندوتش كده سريع واحد كده نعمله. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي حبايبي، نعمل كده ساندويتش. مين القمر؟ القمر اللي عمل ده بس. مين البنات السكر النباتة اللي عملوا ده؟ يعني انت حسيتي؟ لا يا نودي، مش بتغبيش، مش بتريق. لا هاخد كده عيش، وهنبدأ مثلا نحط شوية من الخصاط الحلوين دول، ونحط بقى كام شريحة كده كده. يا سلام، ده 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 يعني اللي هياكله ايه متوصي بيه على الآخر. ايوه شريحتين طماطم كده، ممكن شريحة خيار، واحد لانشون جاهز جامد جدا، وارد ايه، وارد المطبخ حالا. طيب ناخد ممكن واحد تاني، ممكن ناخد ده، حلو ده كده، وهناخد شوية من الخس كده، وكام شريحة، وناخد من الخيار طماطماية أو طماطمتين، ونعمل كام ساندوتش دول. أنا بقى هستسمح حضرتك، أنا ممكن أعمل كام ساندوتش كده وهنطلع الاستراحة. هنرجع نعمل وصفة طلبتها منا صديقة للبرنامج وهي زينة، هنعملها السبرينج رولز بالخضار، أرجو أنها تعجبها. اسمحوا لنا في استراحة ونرجع بعد الاستراحة نستكمل طريقة جميلة للسبرينج رولز بعد الاستراحة، في انتظار حضراتكم.